نعتز ونفتخر فيك، ونحن معك ما حيينا وكنا في دهك. الله رجال القفيلة الراسخة يا مولاي تشبه إرادة أبنائها وبناتها القوية التي لا تهتز في الدفاع عن وطننا وصون مقدراتنا. تسلم الميدالية رئيسة الجمعية السيدة يسرى سليمان أحمد شبيلات لدورها في تمكين المرأة ونشر التوعية حول قضايا تهم المجتمع المحلي ولمحمية ضانا للمحيط الحيوي. يتسلم الميدالية مدير المحمية السيد رائد حسن علي الخوالدر لدورها كأول محمية محيط حيوي في الأردن لسياحة الاستثمار من خلال إنشاء نزل وأكواخ بيئية في المحافظة. الفنان التشكيلي أحمد عمير محمد المراثي لدوره في تجسيد الطبيعة وتفاصيل الحياة الشعبية في لوحاته الفنية التي شارك بها في معارض فنية محلية وعربية. الطالب محمد عصام صبح المحاسمي أحد طلبة مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز في الطفيلة لدوره في اكتشاف نظرية رياضية لإيجاد الجذور الصماء دون آلة حاسبة وتأهله إلى نهائيات مسابقة إنتل للعلوم والهندسة في أمريكا لهذا العام.